العم طاطا بياكل المشويات بتاعت العيد. كل سنه وانتم طيبين يا جماعه. معكلوش له؟ اه معكلوش. النهارده هوريكم اغرب حاجه في العيد الكبير. ايه معانا قطعه ريش على شكل اسم الله. ايه ده يا طه؟ ايه رايك جايه؟ الله ده الله فعلا. امال ايه؟ الله عم الله. استني كده كده انا باكل في اللام. ايوه بس ده باكل حته من هنا. انتقم منها يا طه. انا انتقم ومحدش يقول لي تنتقم ازاي. ودي طبعا دي حته من هنا. حته من هنا. فين الهي؟ اه فعلا. وحته من لم الالف بقى وحته من الالف. والله الله يا جماعه الله 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 على المشوي. الله على المشوي. الله على المشوي من ايد العمه سيما. نعم نعم نعم. العمه سيما احلى طباخه تعرف تعمل مشويات يا نعم جماعه. نعم نعم. والكفته ايضا. ما انا جايه للكفته. عامله لنا بقى كفته مشويه احلى من كفته الحاتي. ايش لازم؟ في المركب بتاعنا. اه وعامله لنا متوصيك بقى متوصيه بيك بقى. امال ايه؟ وعامله لنا الكباب المشوي على ايديها. بسم الله ما شاء الله حاجه كده تحفه. كل سنه وانت طيبه يا سمسمه. وكل سنه نقعد نشوي وناكل وما تنسيش نفس الجلاله. الله يلا كل سنه وانت طيبين. انت طيب يا زميلي.